نحن اليوم بمدينة الزهراء، ومدينة الزهراء لم يقع الاختيار على تسميتها بالزهراء إلا لأنها بالفعل زهراء، وسيعود إليها بريقها كما كانت بالرغم من التجاوزات التي حصلت بالنسبة للبيئة وبالنسبة إلى التشجير وبالنسبة إلى غيرها من المرافق العمومية. نحن هنا نزرع ليأكلون كما زرعوا وأكلنا. نحن نزرع شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت في الأرض، وأصلها ثابت في الضمير الجمعي للشعب التونسي. وتقريبا هذه الصورة تجسد الفكر الذي جاء به الشعب التونسي وتمت بلورته، تخرج من الأرض ثم تينع بعد ذلك أورقها وتصير خضراء. نحن هنا في الزهراء في الضاحية الجنوبية، ولكن هناك في أماكن أخرى البعض لا يزرع الأشجار، ولكن يزرع للأسف بذور الفتنة. زرعهم سيكون كأعجاز نخل خاوية وقد بدأت تتآكل، بل تآكلت منذ أعوام، لأن السوس قد نخرها، وستأتي على من يريدون ضرب الدولة التونسية ووحدتها وتحقيق آمال شعبها ريح عاتية، ولن تترك منهم بقية باقية. سنزرع إن شاء الله كل يوم، وسيتم الاهتمام بالتعليم لإصلاحه. وآثرت أن أكون اليوم في هذا المعهد وفي هذا المكان بيانا ودليلا على أننا متمسكون بالعلم ومتمسكون بفكر جديد يقوم على الحرية والعدالة، لا يقوم على التقسيم وعلى الفتنة وعلى التناحر وعلى ضرب تونس من الداخل. هذه الشجرة المباركة ستنبت وستينع كما نبت الشباب وأبدع في كل المجالات، وسيبدع وكما ستسقط هذه الأعجاز الخاوية في ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة، وستبقى إن شاء الله تونس خضراء خضراء بالرغم من كل محاولات الفتنة ومحاولات اليائسة لضرب